السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بصحه وصحه وعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعض براونيز. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نذوبوا الشوكولات مع الزبده. ذوبنا الشوكولات وذوبنا الزبده، غادي نضيفهم مع بعض بشويه بشويه وحنا كنحركوا. بالنسبه للمقادير يعني بالتدقيق وبالقياس غادي تجبروها في صندوق الوصف. كنفرغوا شويه وكنخلطوا، يعني ما كنكبوش مره واحده، شويه بشويه. غادي نوضعهم على جنب. دابا غادي نعدلوا البيضات، ثلاثه البيضات والسكر. وشويه فانيلا. بالنسبه للفانيلا من الاحسن انكم تعدلوا هذه سائله، مهم سائله، من الاحسن احسن من ديك سكر فاني. غادي نزيدو ديك الشوكولاط اللي خلطناه مع الزبده، غادي نضيفو على الخليط ديالنا وغادي نحركو. ملي كنخلطو غير بهاد الخلاط اليدوي فقط. غادي نضيفو دابا الطحين، ضروري الطحين يكون مغربل. وغادي نزيد الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للخميره ديال الحلوه كيف ما كتشوفوا معايا، انا عندي تما 20 غرام، ما نعدلش كامله، انا عدلت تقريبا 7 غرام حتى 8. غادي نخلطو مزيان من تحت، وحنا كنطلعو كنبداو من الجوانب كيف ما كتشوفوا شويه. دابا انا غير مزربه يعني الفيديو باش كيبان لكم الفيديو مسرع شي شويه. في هاد الاثناء انا شفت ان الخليط تقل شويه، زدت واحد جوج معالق ديال الماء سخونين، جوج معالق كبارين. غادي نضيف دابا القرقع. بالنسبه للقرقع يعني الكميه اللي كانت عندك متوفره. فرغت الخليط ديالي في المول وزديت زينته بالقرقع. الفران كيكون في هذا الوقت هذا عندي يعني مشعول. بالنسبه للطياب ما كديريش واحد الوقت طويل. كتجيني على هذا الشكل هذا من بعد ما خرجتها في الفران هكذا، وكتجيني البراونيز ديالي على هذا الشكل هذا. من الاحسن ان البراونيز من يطيب لكم تخليوها ساعه او ليله كامله باش ملي كتقدم كتجي معلقه. بالنسبه للتزيين يعني بغيتو خليوها هكذا خليوها، بغيتو تزيدو عليها الكراميل عدلو. انا عدلت فوق منها كراميل. دابا ما شاركتوش معكم يعني طريقه التحضير كيفاش نيه، خليتها دابا غير سامبل. فيديو القادم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه.